بحلمي. وكثير مهم انك يعني تحب حلمك يعني، وانا واحدة من الناس يعني حبيت حلمي وتفاصيل حلمي وخلتني اكون مثل ما انا بدي. كل الاحباطات اللي واجهتها وقعدت يمكن 7-8 سنين بعافر علشان حتى يجلس، وكل الاحباطات اللي واجهتها خليتني ما استسلمش، قلت مش هعمل حاجة غير اللي انا عايزها.